معمر الزيدي يا زيدي محمد دازداز مالك أزواق السي مالك ميلود عزوز حافظ دوردي صوفيا العداك سوريا العلاوي سهام بردور دينا أحكيم نجاة العسري نهيلة القموش ابتسام مراس كنت الاول النقطه الاولى هي الانتخاب ديال رئيس ديال المجلس من بعد الانتخاب ديال اعضاء ديال انتخاب النواب ديال الرئيس انتخاب ديال كاتب المجلس وانتخاب ديال النائب ديالو بهذه المناسبة كنتمنى نتاج هذه المناسبة هذيك باش نهني جميع الأعضاء اللي الأعضاء ديال المجلس الإقليمي الموقر على الانتخاب ديالهم وعلى الثقة اللي حظوا بها من طرف الناخبين ديالهم اللي تيتي لهم في حضيرة هذا المجلس الموقر وكنتمنى لهم التوفيق في المهام الانتدابية ديالهم دونك بحكم أن النصاب القانوني متوفر حيت كيحضر 21 عضو ديال المجلس الإقليمي على 21 للمزاولين للمهام ديالهم دونك النصاب القانوني متوفر كادعو الرئيس ادعو العضو الاكبر سنا في الاعضاء ديال المجلس المؤقت لترقص اللجنه ديال انتخاب الرئيس كاين السي فالعضو الاكبر سنا كاين السي حماد دزدز تفضل اسامه تفضل السيد العضو باش تتعرف معك ندير لك ترقص باش نجلس وكذلك كندي على العضو الاصغر سنا اللي غادي يقوم بمهام ديال الكتابه كاين العضو نبيله الكموش تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا كنهنيكم على الفوز اللي وصلتوا به ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذه المهمة كما كان السابق السيد كاتب العام بالنسبة لجدول الأعمال كاين انتخاب الرئيس ونوابه ثم كاتب العام كاتب المجلس ونائبه الترشيحات اللي كاين هما واحد ثلاثة سعيد الرحموني حزب التجمع الوطني الأحرار مالك زكوا حزب الاتحاد الاشتراكي قوة شعبية كاين محمد الصغير الوضيحي حزب التقدم الاشتراكي أذكر الإخوة أن كل واحد يكتب سميته في الورقة ويكروشي على المرشح اللي
سعيد الرحموني، كل مع سعيد الرحموني يزيد. بالنسبة للسي محمد الصغير اللي بغا يصوت عليه يزيد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنشكر جميع أعضاء المجلس الإقليمي على الحضور ديالهم وكنهنيهم بالفوز ديالهم، وكنقول للناس اللي سهروا على تنظيم هاد الجلسة كنشكرهم، وكنشكر الصحافة كذلك اللي حضرت معنا، وأهنئ نفسي وأهنئ جميع الأعضاء. كنتمنوا إن شاء الله هاد المدة الانتدابية المقبلة غادي تكون إن شاء الله أحسن السنوات الماضية، لأن الناظور الآن عرف واحد المسيرة وهو كيعتبر قطاع ديال التنمية، ولهذا كنطلب من الجميع باش نديرو اليد باليد ونتعاونوا ونخدموا للصالح العام لصالح هذا الإقليم. وحنا أنا بالنسبة لي كرئيس ما عنديش فرق ما بين هذا المستشار والمستشار. كنشكر الجميع وشكرا جزيلا. الآن غادي نمروا نقدم اللائحة ديال نواب الرئيس والكاتب ونائبه، ونشوفوا واش كاين شي عضو بغا يقدم لائحة أخرى باش نمروا للتصويت. دينا أحكي.
أما بالنسبة للائحة سعيد الرحموني النائب الأول ميلود عزوز النائبة الثالثة نجاة العسري مازال غنديرو الكاتب والنائب ديال الكاتب اللي غادي نمرو للتصويت سي محمد الصغير بوديحي حصلت على 9 اصوات وبهذا فازت اللائحه ديال رئيس المجلس باللائحه 12 صوت وشكرا واحد جوج خمسة
حصل على 12 صوت على كاتب نجيس. الان نمروا الصديق العزيز انا ندك لي نوريش يا اخي ضروري باش قال صافا داكيت صافي جيدو تدير بيرو نشا فاش تغير يلا الاخوان كيجي الصوره تجي الصوره نعم سيدي بارك الله فيك هاز ماز هاز دوار اخشى شاد دوما طاو يا رب 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 يا